لي تعجبني وان شاء الله تعجبكم تاني، مو كلاب وكوري اي بالفنوي بالبسباس، بدو على بركة الله. نفهمكم، غادي نطيب لي مول بال كيما نطيبهم على مارينيير، نطيبهم avec un peu d'avec avec un peu d'oignon البصله شويه بصله. نقلي ديك البصله، ندير لها جو سيترون، غادي ندير زيت لو تان زيتره الرند، وندير لها جو سيترون كيما قلت لكم، ندير لها حبه كحله، ندير لها شويه نود مسكات ونخليهم يطيبوا شويه. كعارفين بلي ليمون ما يفدوش وقت طلع بزاف، كي يتفتحوا راهم واجدين. هذاك جو نخليه نقلع ليمون، نحضر من بعد اون بريباراسيون بلاي بالثوم وبالفنوي، نقليهم نزيد لهم شويه فرينه. بريف خليني بعد نفهمكم شويه بشويه، دروك نبدي بالبصله. وصفه سهله تاني، وتخليكم تنوعوا شويه في الليمون. دير شويه زيت الزيتون، ونقطع البصل. هلا نقلي البصل، هما يتقلوا انا ميم طون باش من وقت نحضر اون سوتوز، نجيب لو فنوي ان بيب دو فنول، والثوم راه عندي هنا، خلي هاد لانيت. من بعد هذا لي فوي تاعو، فوالا هاني على البصله اللي راها تقلى، ونقطع البسباس. هاد لا كريم تجي بنينه، البسباس ليمون قلت لكم نكهين بال بلوتان بالزعتره بالرند. هنا ندير شويه matière grasse, un peu de matière grasse. Je dirais FIFA. Non, on met ولا قرنف في البصل اللي راه تقلى، نحط ورق قرنف، نحط شويه شويه زعتره، فلفل اسود، ونحط ليمون. ليمون اللي بيان شون كون نقيتهم، جي غرات كاع هذاك الصاب اللي يكون فيهم، اللي تكون مكسره ما ديروهاش.
ندير لهم ان بو دو نوا دو ميسكاد فوالا ونزيد لهم جو دو سيترون نقص عليهم نخليهم يطيبوا جوست كلكو مينوت بعد الدقائق كي يتفتحوا راهم طايبين نرجع لل لا سوتوز اللي حطيت فيها لا ماتيغ غراس نحط فيها لو فنوي اللي قصصتو قدموا هذا لو بلا اون اونتري كما قلت لكم ما مبيله نقدموهم كيمياء يعني plusieurs préparations. Rien de très chouette, trop long chouette, yani on les laisse un peu croquants. Je viens, on dit de l'hamtani, le melh. Un peu de poivre, un peu de curry, quelle idée là, un peu de curcuma, une pointe de sel. نخلط دائما نرقب على الليمون هبداو يتفتحوا بعد اون بالي ديجاجي سيدي غادي نحطهم دون لو سالادي نصفيهم نحطهم دون لو سالادي وهذيك لاصوص نخليها الجو تاعهم جو لو ريزيرف شوف شحال راها شابه Elle est magnifique. Dire chouïa et du d'ail. Voilà. Des l'eau chouïa farine. Ça va épicer avec la sauce interne, non? Bon, on va faire farine, non? Je vais y ajouter du thon. Et je crois que mes moules déjà la mouajdine. Les moules qui taillent bon qui m'en hack. Qui me goûte comme les coulons hersines, mais dire au نقيهم غراتي لي بيان زيدو هذيك لو هذوك لي شوي اللي يكونوا فيهم افيك ان كوتو غراتي طول الصاب اللي يكون على لا كوكي تاعهم اللي يكونوا مهرسين ما ديروهمش اللي كي نطيبوهم ما يتفتحوش من بعد الطياب شنو دير راه ميتا ما ديروهاش لا سي ديجا بري جو ريزيرفي هنا ما درتش كميه كبيره دري شويه باسكو جو لي بريزونتي اون اونتري
Voilà. Nigla. Limoul. Saïtabou. وهذاك لو جو تاعهم نزيده لو لاموكلاد وانا نقول لكم جو فار اوترومون او لو اللي نزيده لاموكلاد جو اجوتي لاموكلاد فا لو لو بسباس لي درت هذاك لا ماتيير غراس او لاي نزيده لو لا كوكوتاي سي بلو سامبل اسيستاد لا دونك انا شتوني درت لا ماتيير غراس درت لها البسباس قليتها فيها جبت لها لاي جبت لو كركما اي لو كوري سي تو جو كرو دونك غادي نزيد لا كريم فريش نحرك مليح نعاود نرد ليمون باش يعاود يشربوا كاع ديك لاصوص تاع البسباس لا كريم فريش لو دو كويسون تاع ليمون شفتوا وصفة سهلة وصدقوا لي بنينة بزاف 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 ليمون سخون سوكولونت دروك غادي نزيد لهم جوج دقايق يابكي من هاك وغادي نرجع نقدمهم لكم مع شويه انا نستناكم في حكايتنا على السمك اللي في خيد ماغ اخترت لكم وصفه تاع ليمول ليمول بالبشباش نكهه بالرند والزعتره يا سلام بنينه بزاف 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 رانا دايما مع الاسماك فواكه البحر الابيض المتوسط شفنا une recette de moule au fenouil شفنا une recette de sardine à la menthe à l'ail ودروك غادي نحكيو على لا دوغاد يا الله انا لا دوغاد كما قلت لكم ديجا درت لكم une recette تاع بلا دوغاد قلت لكم نحبها بزاف ولا دوغاد رويال تاع لا مير ميديتيراني بنينه بزاف بزاف لو سين كي لي رويال سي سيت انو كي اونتر سي سي دو زيو هاد كيما نقولوا التاج اللي بين عينيها دل على انها لا دوغاد رويال الي فريش كونت سي زيو بري سون سون اي لا فيون دي بيان فيرم انا راني نقيتها جبتها جابوها الصباح صيادينا ما شاء الله يعني ناكلو فريمون دو بواسون فري لي صيدو الصباح ياك يجيبوه الصباح من البحر ونشريوه نحطوه في الطابله تاعنا دروك غادي ندير لكم une recette de dorade au fenouil et l'ail en chemise السمك يتلائم بزاف مع الفنوي كما شفنا ليمون مع الفنوي غادي ندير لكم ثاني لا دوغاد مع الفنوي غادي تشوفوا باللي وصفات السمك هي وصفات سهله وصفات ما تفدلكمش وقت بزاف وصفات لذيذه وصفات صحيه بالبزاف شنو نحتاج في هذه الوصفه نحتاج دو بيل دوغاد مي فريمون دو مانيفيك دوغاد نحتاج دو لاي نخلي لها القشره تاعه سي بور سا كو جو لابيل لاي اون شوميز نحتاج دي غرين دو فينوي بذور النافع ولا بذور البشباش كيما هكا ما تحبوا نحتاج البشباش بالاوراق نتاعو يعني بلانيت غادي نزيد نجيب راه وقته وراه شباب بالبزاف نجيب هادي ونشوف لا تكفيني ولا لا نحتاج سيترون ونحتاج طماطم دو بيل طومات نجي هادي ونبدو على بركة الله نجيب ديريكتومون لو مول اللي غادي نحط فيه ونجيب لا بلونش اديكوبي الفول راه مسخن على 180 درجه مئويه قلت لكم الوصفه ما غاديش تاخذ مني وقت بزاف الوقت اللي نحط لي زانغريديون وغادي تشوفوا غادي نحكيوا عليها
10 دقائق وحنا كملنا. نقلع لي فاي لا نيت قلت لكم نخليهم ما نقيسهمش. ديجا هنا نستعملهم في هذه الوصفه. يبغفوا جلي كونجيل بور بارفيمي، يا نستعملهم في سلطات ولا في وصفات واحده اخرى، ولا جلي كونجيل باسكو نستعملهم. نزيد نقطعهاش. Un vrai plat du soleil. Je fous l'alouane de l'ifi, le bichbès, tomatum, deux belles dorades, tout. Le casse au dawaer. Radi une fois le chou m'tah. Ou radi, le hâteau t'a mis fouk le samak. L'hamd à la dorade ni bzef. Une chair vraiment très délicate, très parfumée. Qu'il se donne hâte droit à m'lèh. جيتني شابه بزاف. ندير شويه زيت زيتون وشويه زيت وفون دو بلا. زيت تكون خاليه من الكوليسترول. حنا غادي نطيبوا السمك بطريقه صحيه، نستعملوا زيت تكون صحيه. فوالا je badigeonne bien. Wadi, une farrache. Le fenouil. Had naqtarah alaykoum wasafat basita. Wasafat li na'raf, yani je suis plus confiante belli ghadi dirouha parce que na'raf li ma tfidlkoumch waqt bzaf. Et c'est motivant. Tu na'rafou belli wasfa ma ghadi tfidna waqt bzaf. Et on va pas passer des heures fi le cuisine, là-bas ça nous motive de la faire. Et si on sait en plus qu'elle est bonne, elle est une guide et qu'elle est excellente pour la santé, bah ça nous motive doublement. On casse de l'eau de tomate. انا نخليها بلا بو تاعها، فهمت؟ ما تمشي تري غا ونقلع لها القشره تاعها باسكو الفايده في القشره تاعها ثاني، دونك نخليها. مي الا ما تحبوهاش بزاف يرجع لكم الاختيار، ممكن تنحوها. جو كوب دي رونديل وغادي نفرجهم اون تو لا دوغاد. تحت لا دوغاد غادي نفرج هاد لي رونديل دو طوماط. طوماط غنيه بفيتامين سي. Vous avez vu les plats les plus simples, je l'ai dit et je le redis, c'est les meilleurs. Parce que tout est concentré là. Dans le peu d'ingrédients, il y a des ingrédients de zèle. Donc ça, garde les ingrédients, il y a des ingrédients. Voilà. Vide, une farouche. Et voilà. Je sale et je poivre. Je suis à melh ou je suis à fulful aswad. Donc, on va nous jeter les dorades. Voilà. راهم عشان توب. نقص سيترون دي رونديل ندي تاني لانيت ونحط على الانتيريور. هنا جو سالي ان بو دي شي ملح جو سالي ان بو بارتو. هنا تاني جو سال ونحط فيها لانيت.
هذه تنكهها طريقة شابة بزاف. فوالا نعمرها لداخل، ندير فيها تاني فص ثوم لداخل بالقشرة تاعه، وهنا تاني ندير فيها فص ثوم بالقشرة تاعه. هنا نجي جو فيغ اون تاي شور لو دو دو لا دوراد، جو فيغ اون تاي وندخل فيها لو سيترون، ندير تاني في الاخرى. Voilà, je mets du citron dedans. Ndir nafs elchi mel la dorade l'okhra, je fais deux entailles, halha à deux endroits différents, on nhat fiha le citron. Hout bla citron machi hout. Voilà. Hna, je vais prendre aussi quelques graines de fenouil, ndir ldakhl, et là aussi. Kima qlt lkom, j'ai encore salé. Ghadi nhat les deux dorades sur le plateau, sur le plat plutôt qui va au four. Et je vais poivrer. Hat la hache, je suis à poivre. Chauffe tout. Wasfa sehla. Mehla. Baqi li chouya fenouil nzida. Voilà. On met les rondelles de citron. On met un peu de four. Il y a très beau citron confit, mais je vais mettre des citrons confits. Pas de soucis. نزيد سيترون، غادي ندير لها تاني، غادي نحط لايون شوميز ان بو بارتو، نعمر بيه لو بلا، من بعد سا غايتر يفا تخي توندر، بوفي ليكرازي تنجمو تكرازيوه وتاكلوه مع ال مع لا شير دو بواسون، مع اللحم تاع ال تاع لا دوغاد. Surtout quand il est beau ce plat, et pourtant très simple. Je vais vous dire, je suis à Zaitra, je vais vous dire le romarin et je vais vous dire le bisef. Bah, j'ai doré, j'ai du riz, rouge avec des épices, riz basmati ou là pour accompagner votre poisson et c'est tout. Voilà, les graines de fenouil, boudour nafa, dirhom, voilà le plat. Et voilà, Hupi, plat taïra wajet, radin relfa. انا كي نطيب بواسون كيما هاكا جو بريفير نغلفه بابيي الومنيوم باش يطيب على خاطره كوم اون دي يطيب دون سون جو بلا ما ينشف لي البواسون ما يطلبش طياب بزاف رقبي عليه جو في جو مي ندير 180 درجه مئويه
يمكن يقعد 30 35 دقيقه من تيركبي عليه. سا ديبون كيفاش تحبي لو فنو تاعك، كيفاش تحبي لا فيون تاعك. مي فوالا لا فيون لا دوغاد دوموند با بوكو دو كويسون، مي سا بو الي جوسكا 45 مينوت با بلوس. فوالا انا غادي نديرها طيب ونتلاقاو من بعد باش نشوفوه مع بعض. ريحة هاد لي دوغاد راها تشهي ومعبية كاع الكوزينة، راني متمنيتكم كاع معايا باش تذوقوا، إن شاء الله يا ربي تهنوا فيها. سلام يا حبايبي. Cette belle crevette, les ralines de l'oubla, une bonne entrée, bien présentable. Ralines de l'oubla, des mini éclairs, chalet, à l'avocat, à la crème d'avocat et aux crevettes. Alors, je aime les éclairs, mais croyez-moi, je prends plus chalet que sucré. Je me régale plus. La recette, ralines de l'oubla, la crème d'avocat, mais je me dirais avec du fromage frais, mixé avec des crevettes. Bref, on peut vraiment la varier à l'infini. Là, avec Choufou, une belle variante de mini éclairs à la crème d'avocat et aux crevettes. Had les mini éclairs, d'autres déjà où je tombe. Les recettes de pâte à choux, c'est allé non c'est bon. Nous, vous comme à la pâte à choux, les mini éclairs taille, faire 250 grammes de ma ou le mélange de ma ou le halib. Chose que je fais, 150 grammes de lait, 100 grammes d'eau, ndilha 100 grammes zubda. ندوبهم مليح كي يحمى وغايط الغاية، نزيد لهم 200 غرام فرينة اي جو ميلونج بيان حتى تولي كاين بات كي ديتاش دي باغوا. نديرهم في الباتور، في البول تاع لو باتور افيك لا فوي افيك لا فوي، ونزيد لهم اربع بيضات بيضة في بيضة. كل ما تنجد بيضة مليح نزيد البيضة الزوجة، يعني اشاك فوا كان نوف سانتيغر جاجوت لو دوزيام، جو سال اي جو بواف وراه واجد. جو مي دون اون بوش ادوي، جو دريج اي جو مي دون ان فور بريشوفي ا 180 دوغري حتى يطيبو مليح. سا بو بخوندر 30 مينوت. كي تشوفوهم طلعو مليح وحمارو راهم واجدين. انا وجدتهم من قبل باش نربح الوقت. دروك المهم عندي نحكي لكم على كريم دافوكا بلي كروفيت. لي كروفيت شريتهم توت فريش صباح توت جولي، فيطهم في الماء مالح وقلعتلهم القشره تاعهم، وجي ريزيرفي كلكوزون بلا قشره. غادي ندي لي كروفيت، غادي ندي ان افوكا، غادي ندي فروماج فري، ندي اون كيار كافي دو موتارد، شويه جو دو سيترون، شيل بواغر، وندير شيبوليت ولا لانيت. بسم الله. Je prends un citron, le chérir, n'hal l'avocat, on dit le citron, je mets le halish. Voilà, je vois, je vais. Je pointe le couteau, on dit la flacon, je mets le hadma, bisous-vous là. Tu m'as goûté, on dit la chouette citron. باش ما يكحليش. اون اونتري فريمون تري بريزونتابل، ساهله. فوالا وندير احنا ثاني ونخوي لافوكا. ممكن تخلو ثاني لا بو دافوكا سي فو فولي با ميت دون دي شو. نجمو تخلو، جاي اون اوتر ريسيت كي سوبر سامبا افيك لافوكا. تخلي هاد تقلعي لا مواتي، تخلي هاد لا بو دافوكا كيما هاك بوغ باش تبريزونتي فيها. وهاد لافوكا اللي انا غادي نطحنه مع لا كروفيت تجمي تطحنيه مع الطون. يعني هاد لا روسيت الا ما كانتش متواجده عندك لا كروفيت تجمي ديريها افيك اون بواط دو طون. هلا سي اونكور موان شير اي سي سوبر بون.
وتزيدي معاها شويه مايونيز وتخلي هاد لي بو تعملي فيهم كي ديري لا كريم عمري فيها و لو مونج على كفير. دروك درت انا لافوكا راه طايب نديره في الميكسر نحط لافوكا شويه موطارد نزيد له شويه جو سيترون كنت ديجا درت ما نزيدش بزاف باسكو كنت ديجا جي ديجا باجي باديجوني افيك ان بو دو سيترون ونزيد له le fromage frais. Foulfoul asouet. Et un peu de sel. Chouïa melh. Et je mixe. نركب عليه ونزيد له لي كروفيت هي ديجا سوبر بون كيما هاك ونزيد لي كروفيت فوالا دروك شنو باقي لي ما باقي ليش حاجه كبيره نجيب لي ميني شو اللي درتهم انا درت ميني شو باسكو جو جوست بريزونتي اون بيت انتري يعني غير اون انتري صغيره مي الا حبيتو vous pouvez faire des choux plus grands كيما قلت لكم انا هنا درت لافوكا et la crevette je vous dis le fromage et thon avocat et thon. Une petite entaille pour que l'on fasse. Voilà. Juste une entaille sur le côté. Vite. شفتوا وصفه بسيطه سهله ما تاخذش منكم ثاني وقت بزاف جو برون اون بوش ادول افيك اون دوي كانلي نعمرها بلا كريم هاد لا كريم ثاني نحب نقدمها على الجيريان avec arôme tana, je fais des mini arômes et je dresse des dômes dessus. C'est vraiment excellent, c'est vraiment super bon. Voilà, un marteau. Et je prends le mini chou et je dresse des mini rosaces faucons pour le décorer. Dites un deuxième. Namra. S'il y a un excédent, gla. Et voilà. Ça y est, انا غادي نكملهم شفتوني كي درت لا كريم فهمتكم على ميني شو غادي نكمل نعمرهم ونقدمهم لكم في احلى حله نستناكم
حكايتنا اليوم كانت عن السمك وفواكه البحر. 1200 كيلومتر دو كوت في بلادنا تستاهل نحكيو على السمك وفواكه البحر. كملناها بهاد المقبلة اللي تستاهل تذوقوها. دي مينيزيك الإكلير تو شو تو مينيون فارسي على كريم دافوكا وكروفيت. إن شاء الله يا ربي تهنوا فيها قبلاتي الحارة. سلام.